السلام عليكم ورحمة الله. هذه فياض جغبقة أو فيض الجغبقة والصمان، هذه أشجار السدر. مع الأسف فياض الصمان تتعرض لإبادة، تعرض لإبادة لا يمكن وصفها أبداً. هذا السدر لقد أجهزت عليه الإبل، قدر هذه الفياض أنها تكون في ممر أصحاب الإبل المتجه للمرقيبة، واللي مع الأسف هالشغلة صارت شغلة من لا شغلة له. أنا ما أدري وين وزارة الزراعة، حماية حياة الفطرية، لا. والمحزن أن بدول الخليج في حماية، في حماية للأشجار وفي حماية للأرض، ما يجعل ملاك الحلال الدول الخليجي. تأتي لهذه الأرض بحكم أن الإدارة المعنية بحماية هذه الأشجار وحماية هذه الأرض ما ليس لها وجود ممكن. أنا أتمنى من المسؤولين أو المهتمين بشأن الطبيعة بشأن الأرض أنهم يتحركون. والله شيء محزن، شيء محزن لأبعد حد. أشجار سدر كانت الناس تتذرى به وتجلس به، واليوم حصير، لا، وبكرة احتمال انه يأتي صاحب الفأس والمنشار ليجهز على ما تبقى. انا اتمنى اتمنى من المهتمين بحماية الطبيعة، بحماية الأشجار، بحماية هذه الأرض أن يتحركوا. والله المستعان. هذه اللوحة وزارة الزراعة إدارة الموارد الطبيعية. هذا ما جادت به وزارة الزراعة. هذه فيضت العودة. صاحب هذه البهيمة أكثر بهيمية من البهيمة.